طريقة عمل الصلصال في البيت بطريقة آمنة جدا، مكونات كلها صحية بطريقة بسيطة، سواء بقى بتسموه صلصال أو معجونة أو ملتينة حسب الدولة بتاعتكو. هنعرف ازاي هنعمله بطريقة بسيطة خالص. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، ومستنية كومنتاتكم اللي تساعد. المكونات بسيطة جدا، هنحتاج كوباية دقيق، نص كوباية ملح، ملح أكل عادي، وكوباية مية، وهنحتاج معلقتين من الخل أو ليمون، ومعلقة واحدة من الزيت. هنبدأ نحط كل المكونات بتاعتنا ديت في حلة على نار هادية. حطيت المية والدقيق وضفت الملح، معلقتين الخل، وأخيرا معلقة الزيت. هنبدأ نخلط كل المكونات دي كويس جدا 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 على نار هادية لحد ما تبدأ تتجمع معانا، تبدأ تتقل معانا، ونحاول نقلبها كويس قوي بحيث ما يبقاش فيه أي كتل دقيق موجودة فيها. بصوا بدأت تعمل ازاي، هقلب كمان لسه بتلزق في المعلقة، هقلبها تاني وارجع لكم. اهو بصوا لمت خالص على بعضها، كل ده على النار هادية. بصوا لو دخلت المعلقة وخرجتها مفيش اي حاجة بتلزق كده، العجينة بتاعتنا جاهزة تماما وزي الفل. هنبدأ نقسمها قطع الحجم اللي احنا عايزينه، ونبدأ نحط عليها الوان طعام، او طبعا ممكن الوان جواش او اكريليك، بس الافضل ان هي تبقى الوان طعام عشان زي ما اتفقنا تبقى ايه، صحية للاطفال خصوصا صغيرين قوي وممكن يحطوها في بقهم. العجينة طرية قوي وجميلة فعلا. انا هنا لونتهم، وبعد ما لونت خدت من الاحمر على الاصفر وعملت لون اورنج او البرتقاني. بصوا نعمل ازاي، وخدت من الازرق وعلى الاحمر وطلع لي اللون البنفسجي او البيربل. هي تحبوا تلعبوا فيها من حلاوتها كده والطراوه بتاعتها جميله. وخدت بصوا خدت حته كده، شايفين نعمل ازاي، وسهله ان هي نشكلها. واخر حاجه خدت من الازرق على الاصفر وعملت اللون الاخضر. اعملوها بقى دواير، اعملوها صوابع زي ما تحبوا خالص، وهوريكم ازاي هنشيلها عشان نحتفظ بيها لاكبر وقت ممكن. جميلة خالص. هنبدأ نشيل كل قطعة منهم في كيس نايلون او في الستريتش اللي هو البلاستيك. ممكن تشيلوا كل قطعة لوحدها، وممكن تشيلوا قطعتين ثلاثة حسب الحجم، وتعملوا فواصل ما بينهم كده عشان ما يدخلش الألوان على بعض، وتربطوا الكيس كويس قوي وتشيلوها بقى في التلاجة في اي مكان. وهعمل لكم فيديوهات باشكال كتير للصلصال، يا رب يكون سهل بالنسبة لكم وعجبكم. مستنية تعليقاتكم، مستنيه تطبيقاتكم للفيديو، تعملوها في البيت وتوروني. طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير،
واعملوا سبسكرايب للقناة وسيبوا لي كومنت، من كومنتات كل دايما 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 بتسعدني. واشوفكم على خير في فيديو جديد وتطبيقات كتير للسلسلة.